ايوه كده بلاقي اللي اتأدب. اخلص يلا حامد، عينك عليهم. بقول لك ايه، اكسب اكسب اكسب. انت اكسب؟ متأكد؟ ايه لا ماسك، ايه لا الماسك. كمان شويه. هلا صالح يا كذاب يا كذاب، ودع ماما بقى. عمليات عمليات، في تبادل اطلاق نار جوه يا فندم، في انتظار اوامر سيادتك. اضربوا وانت زي الشح. تاني يا ماما. صالح سيب اللي في ايدك، صالح تعالى شبك لي. ابوس ايدك ابوس ايدك. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا رب؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ شليت بقيت اطرش ومشلول. صالح يا سيع. مش مفصل انت بتقول ايه بقى؟ انت محتاجني؟ ازعاب يا عويطة! صالح! ازعاب يا عم! المساحك انت اهو! ارمي سلاحك ولا هفرتك لك دماغك! ارمي! انت كويسه يا ماما؟ انا تمام يا حبيبي. عمرو امن على الفلوس. حاضر. زيرو! لا لا زيرو الحمد لله مات. احسن. سامي خد ماما طلعها فوق عند الرهاين وامنهم. ها؟ وانا هطلع بره للبوليس واقول لهم اني سيطرت على الموقف. يلا. حاضر حاضر. تعالي يا طنط هاتي ايدك. وعايز مني ايه؟ اثبت يا صالح. تعمل ايه يا سامي؟ ارمي سلاحك يا صالح وسيبه. سامي؟ انت اللي بعتهم؟ ده انا مشغل معاها عصابه في البنك بقى. سيبه يا صالح بدل ماذيها. تأذي مين؟ بقول لك ايه؟ لو لمستها هقتلكم كلكم. انا خلاص عليا وعلى اعدائي.
مفيش حاجة باقي عليها. ما تخافش يا صالح، سيبه وسيب الفلوس وأنا هسيبها لك. وأنا إيه اللي يضمن لي؟ زي ما أنت ما عندكش حاجة خايف عليها، أنا كان ما بقاش عندي حاجة خاف عليها. فعل كده يا صالح وسلم السلاح والفلوس ونخرج كلنا بهدوء من هنا. وهابي إند للجميع. محمد شنطة الفلوس دي بسرعة. حامد مش نوم بقى بابا كفاية نوم كده؟ براوة يا سامي بيه، براوة. وأنا اللي كنت فاكرك هتبيعنا. اسكتوا يا فشلة. يلا يا روشة. إيه ده؟ إيه الفلوس اللي على المكتب دي؟ دي حضرتك الفلوس اللي كانت في شبابيك الصرافة اللي أنتوا أمرتونا إن إحنا ناخدهم، عاملين 62,000 جنيه بالظبط. المهم لي بسرعة في شنطة. حالا. الفكة برضو تنفع في الركنة. ها؟ منير انت بتعمل ايه يا منير؟ انا لازم اموت الكلب ده قبل ما امشي من هنا. لا يا منير لا، احنا ما اتفقناش على كده. الدم لا. امال ايه، يضربني واسيبه؟ انا ما حدش علم عليا. خلاص بقى يا منير، احنا خدنا فلوس مش عايزين منهم اي حاجه، يلا بقى نمشي. وافق بس بشرط واحد. ايه؟ اخد العيلين دول والقرد اللي فوق اتسلى بيه. لا مش هينفع يا منير، مش هينفع. ياخدهم معايا اخلص عليهم دلوقتي. خلاص اربطوهم. محدش يتعرض لهم، محدش يضرب نار. بقولك ايه يا باشا، انت تسيب لي عربيه الاسعاف والبوكس، وخلي بالك البنك لسه فيه رهاين، اي حركه هفجر المكان باللي فيه. كله يرجع ورا، كله يرجع ورا. قدامي قدامي ورا. أشرف خليك هنا أمن المبنى لحد ما يجي خبراء المفرقعات. برضو جم ورانا؟ آه بس ما تقلقش أنا عامل حسابي. الحمد لله. براو عليك هذا منير، تربيتي. أنا تربيت أصلاً. الموبايل فين؟ جيب اللي ورا. طب وفيها ايه؟ ما بتلف. في حاجه؟ اصل لا بعدين مش عارف. طب ايه؟ اخلص. الله الله. ايه اللي حصل؟ اللي جاله جاله، اللي جاله جاله. حضرتك انا بشبع على حضرتك، العينين دي انا شفتها قبل كده. هو حضرتك كنت في مدرسه جوزيت؟ انا يبتهي ان احنا كنا في نفس المدرسه مع بعض. فكني يلا عشان نلحق نشوف الفلوس. اتفضل يا سيدي. عفوا لقد نفذ رصيدكم. الرصيد خلص. عملت ايه في رصيدي؟ انا كنت عايز اصارحكم من زمان على الموضوع. خلص اصل امي احتاجت رصيد، صدعت لها. شغل ابو شكلك. دول 5 مليون. مظبوط. دول 5 كمان. وادي كده 5. امال دي فيها ايه؟ اللي قول لي كده يا بلدينا، هي الساعه جايه كام دلوقتي؟ تسال يا ابني عن الساعه ليه؟ ما الساعه دي الساعه بايظه. بايظه. ايوه 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 فهمت، الساعه بايظه. الساعه بايظه. الساعه اضرب 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 اضرب
ايه اللي انت نشيته يا زياد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا نزيه بيه. الله يسلمك يا حضرة الضابط. احنا قبضنا على كل المتهمين في قضية سرقة البنك، وعاوزين حضرتك ومجموعة من الرهائن تيجوا معانا القسم عشان نقفل المحضر. هما الأساتذة كانوا معاكم؟ أيوه، عمرو وصالح موظفين عندنا في البنك. طب اتفضلوا معانا على القسم عشان نقفل المحضر. اسم ايه يا حضرة الضابط؟ لا لا، صالح ابني بريء، دول اصلهم كانوا عايزين الفلوس على إيه؟ هو مين ده اللي بريء؟ هو فين ابنها؟ مش عارف حضرتك، انا اول مره اشوفها. ما تشغلش بالك يا حضره الضابط، دي امور عائليه. اتفضل معايا في الاسم بهدوء وبدون شوشره، انا هفهمك كل حاجه. اتفضل. اتفضل. ياما انت عملتي ده، كنت هتوديني في داهيه. انا اللي هوديك في داهيه ولا انتوا كنتوا هتودوا نفسكم في داهيه وتضيعوا مستقبلكم؟ خلاص بقى يا حاج، الحمد لله رب العالمين، ربنا عدها على خير. بصراحه كده يا زقرو كتر خيرك في اللي انت عملته معايا يا ابني. انا ما عملتش غير الواجب يا حاجه، انت في مقام امي برضه. يا نهارك اسود، انت بتقارني بامك بتاعت الفجر؟ ايوه انا على شبه امك بتاعت الفجر دي، كانت بتبيع البانجو جوه الفجر. بس عيب يا ماما، عيب يا ماما. يا حضرتك لا بتقول اقتلها الولاد دي، مش حاسه في البانجو. بس بص يا ست،